تدريس اللغة الأمازيغية في ولاية الشلوت حقيقة، ولكن مع مدير التربية إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مهامه، يعني تنصب جديد في ولاية الشلوت. نحن في صدد إعداد مخطط لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلى كل بلديات ولاية الشلوت، لأن أولا كاين إقبال، ثانيا هناك التزام الدولة باش تتعمم تدريجيا هذه اللغة، هذه كخطوة. وما ننساوش أيضا المهمة الأساسية تاع المحافظة السامية الأمازيغية هو تعزيز وتثبيت مكانة اللغة الأمازيغية في منظومة الاتصال.